تسليم هنا اخوي. لا هذا شباك المتابعة. ان شاء الله. التسليم هنا اخوي. هذا شباك النواقص. نواقص. السلام عليكم. عليكم السلام. التسليم هنا؟ هنا الاستلام. التسليم الشباك الثاني. هناك؟ هناك. عافاك.
التسليم هنا؟ يقولونه. انت ما تدري؟ انا صار لي حوالي ساعتين هنا ما اتحرك الا واحد من السلم. اذا وصلت الشباك بكره علمتك هو هنا ولا لا؟ بكره فقوتي عقب بكره. هلا وين هلا وين يا هلا اخو. هلا هلا كيف الحال؟ هلا فيك. ابى طاحت السبحه ما لقيت طيحه الا قدامي. ليش ما طاحت ورا؟ يعني ورا لا محلك. انت جاي قدامي الحين لو سمحت ارجع ورا. لا تعصب لا تعصب. الله يهديك شايف هذا كله. لا تعصب. على وين؟ تذكرت ان الرجال قدامي قدمته وانت ذكرت انك توك جاي. لحظه سم ان شاء الله. حاول سم ابد حر اليوم. على وين يا سم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هي على وين؟ على ابوي ابدا. انا هذا مكاني. من متى؟ من قريب وصلت لي مشوار ورجعت. راح شوف اخر السراب. اي اشوفك. هلا اخوي الموضوع مهم. هو ما يجي. طيب يمكن هو يجي او يمكن ما يجي. انت استبي. هو يجي. من هو يجي؟ انت يجي. وش تجي وش تبي؟ طايلهم تليفون. يا حياك الله. لا لا شل البش شل البش. ان شاء الله. تليفون شله ان شاء الله. نعم لحظه. اي نعم. هلا انا المدير العام سم. مفطحين والخرفان من عندنا يا اخوي. ما بعد فتحنا مطبخ عملانا. لا يا ابوي مالك لوى. هذا مكتب ابو وائل العقاري. نعم. لا يا اخوي ما هو ابو وائل. ما هو مطبخهم. نعم سم. ايه عندنا. ايه نعم. ايه نعم. عندنا شقق وعندنا معارض وعندنا فلل وعندنا استراحات وعندنا اراضي. ايه ونعقب معاملات. على بالك حنا لعبه؟ لا. اي نعم اي نعم. لا ابشر يا اخوي حنا في خدمتكم. الله يحييك اي وقت. اي نعم اي نعم اخوي. في امان الله. مع السلامه. الحين انت ورا ما تسلي متصل وش يبي؟ انا يسال ولا ما يسال؟ ايش في فايده؟ هذا في فيلا في بيت قد كويس. منو منو؟ يس. روح المخبز اللي جنبنا شفت شلون؟ جيب ريالين خبز. ها بر وحار. هذا في مشكل خبز. تجيب خبز في مشكله؟ سرة طويل. صف معهم؟ هذا في انا يصب بعدين هو خلاص خبز. قال خلاص خبز؟ يس. تدري؟ ما يدري. اسمع خذ البشت حقي والنظاره من السياره فهمت؟ وانت صف في اول السيره. هذا اكيد اكيد. اسالني على قسمي. ايه مزيل هالخشم. اوه
يا أخي ليش ما تبغى تصدقني؟ صدقني يا أخوي، حنا هاليومين هذي مزلوقين مرة. إيه ولا عندنا حتى اللي يسدد ربع التزاماتك، ها؟ يعني المفروض أنكم تصبرون علينا شوي، ها؟ يا أخوي أنت بغريب، أنت تعرف الالتزامات اللي علينا، بس أنت مهلني مهلني كم يوم وأنا إن شاء الله أتصرف، ها؟ لا 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 أبدا لا يمكن، إذا اتصلت مرة ثانية إن شاء الله أنهم ما يصرفوني، ها؟ إيه جزاك الله خير، شكرا، ها؟ مع السلامة. أفندم يا هاشم أفندم، وين يجي الأفندم معك؟ تدخل علي تقول لي أفندم، ها؟ وش قصتك معي انت؟ وش قصتك؟ خير يا فندم خير، سيادتك في حاجة؟ في حاجة. من هو ذا اللي حولت علي الآن بالتليفون؟ من هو؟ ده مدير البنك. ده مدير البنك؟ لا مو هو مدير البنك، هذا مدير شركة المواد الصحية اللي يبي منا دراهم ويبي دراهم هالحين. يا يعني مش مدير البنك؟ يا هاشم يا هاشم، وش انا قاعد اقول لك من الصبح يا هاشم؟ يا اخي الله يهديك، لازم تتاكد من شخصيه الانسان المتصل قبل ما تحول المكالمه علي، تاكد من شخصيته. يا سلام، وحتاكد ازاي؟ قال لي مدير البنك، قلت لك مدير البنك، وتقوم تحوله علي قبل ما تتاكد من شخصيته؟ طيب هو انا شفته عشان اعرف هو مدير البنك ولا حد تاني؟ وهو لازم تشوفه، لازم تشوفه، خذ وقت معه في الكلام، حاوره حاوره لين تعرفه من شخصيته. اللي هو بيكذب علي ليه؟ لانه يا فالح كشف كل خططكم في التصريف. عارف سيادتك هنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل ايه بعد كده؟ لما حد يتصل فينا ونشك فيه نسأله هنمر التليفون ونقول له المدير العام لما يجي نخليه يطلبك، وبعدين لما نعرف نمر التليفونه هنعرف بعد كده احنا عايزين نكلمه ولا لا. اثر منت بسهل يا هاشم. يا سلام، ده انا هاشم والأجر على الله. هلا وعليكم السلام، متحيين. اي خدمة؟ ابد الحقيقة، ودنا نشوف المدير العام. ابو بدر؟ بالضبط. مين سيادتك؟ رجل اعمال. انا ابو اكرم. بس يا ترى عايز تشوف ابو بدر في ايه؟ اذا شفته قلت له. لا اصلك مش هتشوفه غير لما تقولي الاول. ولي امره انت؟ لا، سكرتيره الخاص. انا رجال قروشي منثورته في السوق، والناس تبي دراهمها، وين اجيب دراهم منها؟ اما سددنا الناس قالوا مفلس. مفلس؟ أطلعت السمعة هذه علي إني مفلس، معناته رحت وطي. طيب والحل؟ الحل وشو؟ ها؟ ايوه، مهنا لاني ادور مستثمر معه قروش واقنعه يستثمر قريشاته في الشغل اللي عندنا، عز الله اللي جبتها. بسم الله. انا؟ انت ايه؟ انا تقولون لي اترك اسمك وعنوانك عشان تتصلون فيني من اجل اني اقابل ابو بدر؟ بس الاصول كده. الاصول اني ادخل من باب الشركه على المدير العام. ومن عامل اقسام السكرتاريه ليه؟ اسال اسحاق. اسحاق مين؟ سكرتيري. هو ده سكرتير سعادتك؟ ايه، الشكوى على الله. سكرتير متنبه.
سؤال واحد ومحدد. اسأل سؤال محدد. هو حضرتك عايز مننا فلوس؟ الحقيقة لا، بس ودي أتعاون معه. بس منه اللي يبغى يتعاون معي؟ في أستاذ محترم قاعد برا عايز يقابل سيادتك. أستاذ محترم قاعد برا يبغى يقابل سيادتي؟ وش بي؟ أنا عرفت إن هو مش عايز مننا فلوس. إذا ما هو عاوز فلوس وش يبغى أجل؟ عايز يتعاون معانا. يتعاون معانا؟ وين؟ موجود برا هو والسكرتير الخصوصي بتاعه. عندنا هنا في المكتب ومع السكرتير بعد؟ أيوة. وش تحتري؟ خليه يدخل، خليه يتفضل. ذهب صورة صك الوكالة. ظاهر. ذهب دفتر الإيصالات. ظاهر. ذهب القلم. ظاهر. ابعدي. ظاهر. تفضل عمر، تفضل. أهلا وسهلا. تفضل. أهلا وسهلا. هلا. يا هلا. يا مرحبا. السنة عيدين وهذا الثالث. حي ان شاء الله. تفضلوا تفضلوا. اعرفك ترى انا مدير اعمالي. ونعم والله مدير اعماله. سمعت يا هاشم؟ مدير اعماله مو هو سكرتيره. هو اللي قال لي. هو اللي قال لي. اهلا وسهلا. يا هلا. يا هلا والله ومرحبا. هاشم. يا فندم. زهبوا القهوه. ظاهر. زهبوا التمر. ظاهر. زهبوا الشاهي. ظاهر. سيادتك تؤمر. هذا تأخر كثير، غريبة والله. ما أدري هالحين وش تسوي. المكتب هذا مفتوح، سكرة ولا ما سكرة؟ ألو. نعم. لا أنا منصور. شفت طال عمرك. نعم بالضبط. وش الموضوع؟ يعني ما تنقصكم السيولة أبدا، ما تنقصنا السيولة. الحمد لله أبشرك الخير واجد. بس لو تشاركنا. لو شاركتكم وش اللي بيصير؟ أوه اللي بيصير شيء واجد. نبي نتوسع في أعمال الشركة. يعني على شغلكم الحالي السيولة ما تنقصكم أبدا، ولا عليكم أي التزامات مادية. التزامات؟ أي التزامات؟ اللي له عندنا قرش واحد ياخذه فورا كاش موني وهو جالس. أكيد؟ أكيد. بس الأخ منصور قال لي كلام من غير هالكلام. منه؟ من هو الأخ منصور هذا؟ الأخ منصور اللي جالس ينتظرني في مكتبي. في مكتب كنت؟ إيه نعم. وما أشار علي بالتعامل مع مكتبكم. وش عليه مني؟ وش بيبي ذا منصور؟ وش فيه؟ وش فيه؟ وش فيه؟ وش فيه؟ مورد الكملك وله عندكم حول 30,000. 30,000 منصور؟ ما عندي أي فكرة. ما هاشم. ها؟ هاشم حين في واحد اسمه منصور يطلبنا 30,000؟ يطلبنا 33,620 ريال. بالضبط 33,620 ريال. صدقني يا أبو وائل. يا أبو وائل ما عندي أي فكرة. وش هالإهمال هذا؟ وش هالإهمال يا هاشم هذا؟ ها؟ ليش ما تعلمني أن الأخ منصور هذا يبي منا دراهم؟ ها؟ ليه؟ يا أبو بدر أنا كل يوم أقول لك، كل يوم أقول لك، ما أنت بتقول لي صرفه صرفه. أنا فعلا يا هاشم أبو صرفة صرفة. كل يوم أقول لك صرفة. اسمه هو أبو منصور. أمال مين؟ أبو صرفة يعني صرف المبلغ لأبو منصور. اسمع، أنا أنصحك أنك تشتري في المنطقة الشمالية. قل لي ليش؟ علشان إذا بغيت تبني ما تتعب. قل لي ليش ما تتعب؟ علشان هناك مصنع للبلوك ممتاز. قل لي ليش ممتاز؟ مصنع منصور لإنتاج البلوك يعتبر من أرقى المصانع. قل لي ليش هو راقي؟ لأن المصنع ممتاز جدا لإنتاج البلوك، وفوق هذا كله صاحب المصنع يعتبر حبيب وطيب بإمكانك التعبة وأنت ما سددت. قل لي ليش؟
ليش ما تصرفون للناس حقوقهم اول باول؟ ومن اللي يقول غير هالكلام هذا؟ يعني تبي تعطوهم منصور حقه فورا؟ اسحاق ظاهر. صك الوكاله ظاهر. دفتر السندات ظاهر. القلم ظاهر. دفتر الشيكات ظاهر. على وين يا هاشم؟ انا ذاهب الى مكتبي. ليش؟ ظاهر يكتب استقالة. صدقني انت رابع واحد يتصل اليوم وانصح يشتري في المنطقة، لان فعلا صاحب مصنع البلوك هذا حبيب وطيب وتعامله اكثر من جيد. صدقني تعامله اكثر 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 من جيد. زين طيب، الرقم اللي اعطيتك اياه هو رقم المصنع. يلا مع السلامة. هلا 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 والله، هلا هلا والله، حي الله ابو وائل. بشر قمحه ولا شعيره؟ صفط مشتي. ابشر. انام 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 انام، ترفق علي. ايه سبت. انام اخوي، خل خل لا احط على الطاوله. انام. ايه ضحكني. اضحكك؟ ايه. شل نظاره اسحاق بعد هذا. انام. ابشر. ها انا. انام اخوي. بشر قمحه ولا شعيره؟ اكتب لي شيك ب10,000 ريال. 10,000 ريال؟ اي نعم. وشو حقه وشو له؟ عشان اعطيك شيك ب33,600. ابو وائل قدرت تظهر المبلغ؟ في جيبي. يا سلام، يا احسن ابو وائل في العالم. اي هذا الشغل ولا بلاش. اقول ابو وائل وشو له العشرة؟ ها؟ انا الحين ما اتفقت معك اني اجيب درامك خلال ساعة وتعطيني 10,000، صح ولا لا؟ صح صح يا ابو وائل، بس الموضوع بس ايش؟ بس انتو بصراحة يعني تأخرتوا، بيني وبينك ساعة، صح ولا لا؟ وانتو تأخرتوا ساعة وثلث. يعني خلي المبلغ اقل من كذا، 6,000 زينة. هالحين انت بتدفع العشرة ولا؟ وليش يا ابو وائل؟ ارجع المبلغ لابو بدر؟ لا 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 تكفى، الا ابو بدر لا ترجع المبلغ له. زين خلاص، انا مستعد ادفع. يلا ها. وعقابا لمماطلتك ومحاولة الانكار والمماطلة اكتب شيك اخر باسم اسحاق. انا زاهر. يعني غير العشرة يا ابو وائل؟ غير العشرة. شكوى على الله. غير العشرة. طيب هذا الشيك حق هذا بكم؟ هذا يا أخوي نبيك تكتبه ب60 ريال أوفر تايم ساعتين لإسحاق. شفنا الشبابيك فاضية، قلنا أكيد ما في مراجعين. طريقة النظام هنا تحيلك بذلك. تحيلي وأنت ما تحيلك؟ أنا أحب النظام وأعيش النظام.
وش يضرك لو اخذت لك رقم واسترحت حتى يجي دورك؟ اي بس ما تعتقد مثلا نفرض انهم لو حطوا سيروات مو بزين؟ سيروات لنفرض انك مسكت سيره طول اليوم وجاك واحد من هالمتسللين وسبقت واخلف عليك السيره، وش تسوي؟ متسللين؟ ناس ينقصهم الاحساس بانهم وغيرهم سواسيه. سواسيه؟ باي حق اجي قبلك وتخلص قبلي؟ نفرض فلنفرض اني مثلا انا عندي ظروف وعجل. كل الناس مستعجلين يا الغالي، لكن في ناس يحبون الفوضى. وش تقصد انت؟ 121 على ذلك وصل دوري. ميتين واثنين واربعين وجع اخوي. كم اخر رقم الدور على 122 وجع؟ نعم قصدي كم باقي على ابو 242؟ باقي 121 وجع. نعم سلامتك اخوي سلامتك. نعم يا اخ منصور، هو رايح يخلص معامله. ايه سيبي انت زيد فلوس مع البلوك، انت ما ياخذ سيك مع ابو بدر؟ يس صديق تاني. اول ما يجي ابو وائل انا يقول انت كلام. باقي علينا 111 رقم، شلون بندبر هذا؟ والبشت الجديد مو بنافع، وش الحل وش الحل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام هلا اخوي. يلا حيه. حياك الله. اقول ما جاء نسر لها الحين. كم رقمك انت؟ ما ادري. ما تدري كم رقمك؟ ما ادري، اعطوني قرطاس من فيها رقم، شوف ناظر كم هو ابوي. نشوف. شلون ما تدري عن رقمك انت؟ انا يا لحيت الغانمه لا اعرف اقرا ولا اكتب، ابيك تشوفه وتعلمني كم هو. ما تعرف تقرا ولا تكتب ها؟ لا. أقول رقمك 242 سم وجع. نعم الحين يعني كم بقي قبل ظنك؟ باقي حول 100 وجع. نعم من شوي في واحد قاعد جنبه يقول ما بقي له حول 40، ما تعلمني وشلون صار حول 100؟ أظن اللي قرى رقمك ما يعرف يقرأ ولا يكتب، عقيم. لا خذ الرقم وقراه. خذ الرقم وقراه. اجل تلقى بدل الرقم بالرقم. وجع. 115 على اذنك اجا دوري. وجع طعنه الحين ورا. كل ما جلست لي جنب واحد وخذ رقمي وناظره نادوه وطمر، وانا قاعد انفيده من الفجر، وش السالفة؟ مش معقول يعني تأخر يا إسحاق. صديق انت ليه ما في صبر؟ انا في كلام تليفون، انت في اجلس، هو في يجي، هو في كلم، انت اصلا انت في يجي. مما حربي يا إسحاق. اشغل مكيف؟ وش مكيف يا إسحاق، حرام عليك حياة تشغل مكيف في هالبرد بعد. انت في كلام هر من هر. لو تدري وش القصة يا إسحاق، كان عذرتني. هذا أبو وائل فيزي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أبو وائل، الله جابك الله جابك. عسى ما شيك أبو بدر صار ماله رصيد. ما الموضوع مو بشيك أبو بدر ولا شيء. أجل وشن جاي له؟ جاي إن شاء الله. جايك علشان موضوع ومشكلة ما لها إلا الله ثم أنت. اقعد بس ريح نفسك. ما دامك جيت عند أبو وائل فواي الرجال وسع صدرك. يا إسحاق خلني أشوف المكالمات اللي من برا. الساعة 9:25 دقيقة كلام منصور. وش منصور؟ هذا منصور. إيه ومن بعد؟ الساعة 9:27 دقيقة كلام منصور. وش هذا منصور؟ هذا منصور. ومن بعد؟ الساعة 9:31 دقيقة كلام منصور. من هذا منصور؟ هذا منصور. كم مكالمة جتك وخلص خلصني؟ في 52 مكالمة. 52 مكالمة؟ وكله شخص واحد. من هذا؟ منصور. وش هذا منصور؟ هذا منصور.
52 مكالمة في ساعتين. ايه 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 الكرشة يا ابن الحلال فيها شعير. لا ما بيفشلك افا افشلك عند المعازيم وش يقولون عنه. لا 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 ولا يهمك ولا يهمك. اي طبعا الجبدة حف عليك الجبدة عندها تليف. نعم تليف ما تعرف التليف حف عليك يا ابو صالح. اي نعم الكلاوي عندها فشل الله يهديك. نعم خلاص ابشر ولا يهمك في المرة الثانية ان شاء الله الذبيحة اللي تجي أبعطيك كرشتين ها وتبدتين وتلوتين ولا تزعل. بعد الرياح عفا عليك الرياح الاكسجين زايد فيها متروسة اكسجين عفا عليك. اي نعم لا 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 ولا يهمك ولا بدفتر ان شاء الله ابعوضك ولا يهمك خلاص ولا يهمك. ابشر 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 بس هات الذبيحة الثانية. مع السلامة يا ابو وردة. ابو وردة سم سم يا ابو مدفتر. اسمع ايش تبي؟ شوف لي حساب المعلم عبدو اللي في المطعم اللي في العمارة الجديدة. ان شاء الله ان شاء الله. عجل يلا تمام. ابو دفتر ابو قلم ابو مرسم ما يهمني. وين الفواتير؟ زهبة طلبت الوكالة. والوكالة زهبة. اعطني يا اسحاق. سندات زهب قلم زهب صمتة زهب نظارة زهب بشتنا زهب. اسمع يا بواي ترى ابو دفتر شراني وينخاف منه. شراني ولا مو بشراني لا يهمك لا يهمك. هم اكتب تعطيني نصف المبلغ عدا ونقدا. اجل اجهله. خلاص انت متأكد من هذا يا بواي؟ اسمع يا منصور. لا انت متعامل معي وعارفني صح ولا لا؟ نعم. وبيجي يوم كل الناس تبي تعرفني. كل الناس لي حاليا في المطبع كتابين. الاول كيف تظهر المال من بطن ماكل الحلال. إيه؟ اكيد الثاني كيف تاكل حلال ابن الحلال. لا 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 الثاني كيف تكون اول السرة وانت صف ورا. السلام عليكم. هلا هلا والله هلا حياك الله. اسم الله عليك. هلا ابو سلام اخريت سم ايش عندك؟ هلا ابوي. وين الاخ ابو كتاب؟ نعم ابو كتاب. ها ها ابو من؟ ابو كتاب اخوي بسلامتك ما نعرفه. عمي ابو هذا مكتب مال ابو ملط. اي سلام عليكم. هلا 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 حياك الله حياك الله حي يا هلا. وين الاخ ابو ملف؟ نعم ابو ملف. ابو من؟ ملف. ها ملف وش تبي انت؟ انا ابي الاخ ابو ملف. وين الاخ ابو ملف؟ وش تبي منه؟ ابي اخوي. ها الاخ ابو ملف وينه؟ بسلامته ما نعرفه. اجل من ذا مكتبه؟ ها من ذا مكتبه؟ وش هو؟ من ذا مكتبه؟ وش تبي انت بالضبط؟ وش تبي؟ ابي هذا من هو مكتبه؟ ها 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 وش كنت تقول؟ من ذا مكتبه اخوي؟ نعم سم. ها من ذا مكتبه؟ وش تبي به؟ ابي عشان اكلمه. نعم سم كلمه نبي نعرف. اي نعم اخوي قل لي واقول لك. ها سم وش تقول؟ من ذا مكتبه اصقه؟ نعم من ذا مكتبه؟ من ذا مكتبه؟ لا لا من مكتب من؟ ايه انا مكتب ابو دفتر. السلام عليكم. هلا حي الله. هلا والله. شلون؟ يا هلا سم. هلا يا حليل. اقول يا هلا والله. كلك خفة دم تنقر كلك ملح. يا هلا حي. لا احنا ما نزود الملح الملح انا مضبوط. سم ان شاء الله. يا هلا سم. سم اخوي. وش تبي؟ اقول لي احنا قاعدين انتوا يا خفة دم كل واحد طال عمرك من الصبح ايش عندنا نقول لك؟ قاعد تقول لي مرة تقول لي ابو كتاب ابو ولف ابو دوسية ما ادري ايش تبي. اقول ما انا
سمن كلامك لا أليس وجهك يا قرطاس. أنا سقراط؟ مشكلة والله، أنا حصل له الشيء ما نسامح نفسي أبد. لا إلا بسامح هو اللي يتوفى. بس مشكلة يعني أنا اللي قايل له يروح. أنت يا أخ. نعم. صار لك ساعة وأنت تلف وتدور، مرة مستثمر ومرة عندك زراعة ومرة عندك صناعة، أنت وش تبي بالضبط؟ أنا ودي أعرف أنت ثقة ولا لا؟ وأنت وش عليك مني أصير ثقة ولا لا؟ علي منك؟ تبي تناسبني؟ ها؟ سبني في من؟ كريمتكم. كريمتنا؟ كريمتنا من؟ الحقيقة الحقيقة يا أبو دفتر ما أعرف اسمه. لا تقول أبو دفتر. الحقيقة لا ت... الحقيقة ما أعرف اسمه. أي. لكن ذكرت لي. أي. من اللي ذكرها لك؟ اللي يسأل يدل. سألت. سألت من وعلى من؟ بعدين أقول لك بعدين، بس أنا بعرف أنت ثقة ولا لا؟ وانت وش عليك مني؟ وبعدين انسانة علشانك جاي تخطب مني كريمتنا؟ نعم. فأنا مالك ثقة. إيه؟ لا لا الله يهديك يا أبو دفتر الله يهديك. ما تقف. ما تقف. لا لا تحط يدك الثانية. وانا حط يدك. حطهم في جيوبك ولا قصصت. سم سم. إيه؟ أقول لأبو دفتر وسع صدرك الله يهديك. إيه؟ أنا لو كنت أدري إنها أكشر ما بعتها لك 20. أكيد إنها شقيقتكم. أنت وش تبي بالضبط؟ أنا أبي أناسبك، ودي أعرف أنت ثقة ولا لا؟ ودك تناسبني في من؟ وبعدين هل ذكرت لك وين شفتها فيه؟ شفتها وهي داخلة وطالعة من بيتكم. أبو دفتر أبوه. وش أبو ذا؟ جاءك أبو دفتر. كان على أقل تقدير اني بيعوا بلك 10 ولا ما بيعتوا بلك أبد. بس أنا متأكد أن الخطأ مش في نوعية البلوك، الخطأ في طريقة البناء. أنت وش تبي بالضبط؟ ها؟ قلت لك أنك أنت اللي مزعجنا في الشارع. حلفت لي. قلت لي لا. نعم نعم. قلت لك ما عندي أحد أزوجه. سمعنا. ما كنت مصدق. وش تبي بالضبط؟ أنا ودي أعرف أنت ثقة ولا لا؟ ها؟ ثقة ولا؟ وش معنى الثقة عندك؟ الثقة اللي يدفع للناس حقوقها. وانت سمع. وش عليك مني؟ نعم. أدفع للناس ولا ما أدفع؟ لك عندي شيء؟ إيه عندي لي شيء. عندك لي شيء؟ نعم. وشو؟ قيمة الملك اللي وردالك منصور. هلا هلا هلا. حياك الله. هلا وشلونك؟ هلا. يلا نستاذن أخوي. وين؟ بالروح. لا 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 لا. سم بدري عليك. يا ويا مرحبا. وش جابنا سم؟ ها؟ ها؟ البليك اللي ورده منصور. نعم اللي ورده منصور. يا هلا بالحبيب. يا هلا وسهلا. شرف. يا مرحبا. هلا ابوي. هلا هلا وسهلا. هلا وسهلا. هلا وسهلا. يا هلا وسهلا. بس
طيب نفرض ان البلك كان طري وكان لا زال يعني رطب، طيب يصبرون لين ينشف ولين يزين وبعدين يبنون الحوش. مخوش خلاص يبنون الحوش ويطيح السور على الغنم ويذبحها واخرت انا اللي اتحمل المسؤوليه ويقولون ادفع قيمتها. ادفع قيمتها ولا يا ويلك؟ يا ويلي يا ويلي يعني لو شافوني ما ادري يعني وش يصير لي. ابى اتصل على ابو وائل، ابى اتصل على ابو وائل اشوفه تاخر، بشوف اسال عنه عند ابو دفتر. البنك؟ ايه البنك، مع السلامة. اللي في المستشفى واللي في الشرطة ويقول بنك. طيب يمديهم راحوا للبنك وصرفوا القروش ورجعوا. صحيح بوائل مو بسهل. سلامات سلامات حسنات. لا لا ابد ابد، وحنا راجعين صار لنا حادث. وانتوا راجعين من البنك؟ ايه انقلبنا في وسط البنك. يا ساتر اكيد جبتوا المبلغ ها؟ ايه طبعا ما تشوف. ما شاء الله تبارك الله. جاء خلاص حلل الشيك. خلى الشيكين، واحد اللي ب 20,000. 20,000 بس احنا متفقين ب 10. واهلي هين انت 60 ريال اضافي عارفك. 20,000؟ لا حول ولا قوة الا بالله. 20,000؟ المبلغ كله 20,000 وانتم تطلبون 40,000، ما صارت هذه؟ هذه اسمها تعويضات. سلام، تعويضات عن ايش؟ تعويضات عن الاضرار الجسدية التي ألمت بنا. لا حول ولا قوة الا بالله. بس فلوسي؟ ترى ابو دفتر يبيك شخصيا. يبيني شخصيا؟ ليش؟ يسددك. يسددني؟ اي نعم، يسددك حسابك من البقوس اللي توصلك الطعوش. هذا كتابك الجديد؟ اقبب ودفتر، هونت من طباعة كتبي الأولى وبألف كتاب جديد. كتاب جديد؟ وش اسمه؟ اسمه اذكر ربك واقضب أرضك. أخيراً أخيراً استسلمت يا فارس زمانك. البقوس تغير النفوس. حتى هنا أتت النهاية، الرضيع عن الحكاية. حتى هنا أتت النهاية، الرضيع عن الحكاية. البعض منا كان مرايا، كان تقول لهم We'll be right back.